مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب برئاسته بيشاطروا الكابتن طه الغنام، كابتن ونجم ومدرب وواحد من رجال كرة السلة الكبار في تاريخ النادي الأحزام، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته والدة الكابتن طارق الغنام ورحاب الغنام وحماد حمدي الصافي. يعني علاقة أو عيلة كبيرة جدا بقت في كرة السلة والكرة الطايرة كمان للنادي الأهلي. وبيعرب الكابتن محمود الخطيب عن خالص تعزيه والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي عن خالص التعازي لأسرة الغنام في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. أسر رياضية يعني عريقة ومحترمة أبا عن جد، عن أحفاد النهاردة. أيوة. بيثروا الحياة الرياضية في النادي الأهلي، كل العزاء وربنا يصبرهم ويكرم مثواها وتكون مثواها الجنة بإذن الله.